يعني هذا تحليلي. روز لها تأثير كلش قوي على مذر ميراندا، مثل ما إيفلين كان لها تأثير قوي على عائلة بيكر. هلا ومية هلا، شوكم شخباكم شباب؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية، ورجعنا وياكم مقطع فيديو جديد. مقطع اليوم راح يكون عن لعبة ريزيدنت إيفل 8 أو ريزيدنت إيفل فيليج، بعد ما نزلوا لها جيم بلاي لمدة نص ساعة كاملة، بشغلات مختلفة، بشغلات ما شفناها بالديمو الأول ولا بالديمو الثاني اللي نزلناه ولعبناه. يبين لك يعني شلون طريقة اللعب، شلون التجوال بالمنطقة، يكشف لك مناطق من الخارطة، يعني في شيء كلش حلو، في شيء جديد راح نشوفه ثاني وياكم، راح نكتشفه، راح نحلل الشغلات البسيطة اللي بيه. بس قبل لا نبدي، لا تنسوا اللايك، اشتراك بالقناة، فعل زر الجرس، شاركوا فيديو أصدقائكم. شباب أريد دعمكم، أحتاج همتكم وياي، لايكاتكم ومشاركاتكم. اول ما تنزل على المقطع خلي لايك، شارك الفيديو على بيجات الفيسبوك مال الالعاب، شوف المقطع ايش قد المده، يعني 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعه، يعني في شيء كلش حلو ويونس. واذا حابين تدعمون القناه، دعم مادي، رابط الدعم بالوصف، عن طريق الباتريون، عن طريق محفظه زين كاش. يلا نبلش بالمقطع، يلا نبلش بالتحليل. يا الله بلشنا. طبعا هو حادث، يمكن ياخذوه يودوه للقريه، ما اعرف شلون، فيصير حادث بالطريق، يلقى نفسه بهذا المكان. هاي السياره مقلوبه، هذول الناس اللي وياه، اكيد هاي التقارير عن الفيروسات وعن الشغلات اللي تصير. تليفون نقدر نقرا منه، مكتوب، بس دقيقة شباب. HQ 160-805. يقول له هاي شانل مؤمنة، يعني شو انت تحكي على هذا؟ في ثاني يسأل عن كريس ريدفيلد، يقول له وين كريس ريدفيلد؟ ايه مليوصة، شنو اللي هابن هير؟ طبعا اعتقد هذا يعني المكان اللي بداية دخول القرية. هنا التليفون، هذن الملفات، هذا ميت. بس شلون صار الحادث؟ اكيد راح يكشفون اياه باللعبة شلون صار. ثلج وطريق زلق، طبعا يصير حادث. شوف هاي اللقطة اللي طلعوها بالتريلرات، انا حسبالي كريس يتحول او مو يتحول، ينصاب بالفيروس مال لايكنز وهيجي يصير. بس طلع ايثن، طلعت الشغلة ما مضبوطة. اعتقد هاي بداية دخول القرية، بس الاجواء يا ولد فشي رعب والله العظيم. لا يا ربك، هاي بدايتها واحد مسحول. لا تفتح الباب، لا تفتحها، فتحت يا طب ويدفع مشكلتك. انا هو نفس محرك السابع، الجزء السابع، بس هنا يعني معتنين بشغلات بشكل ادق واكثر حسب رايي. طبعا بس ما ينقل، حسبالي هذا اللي يهز راسه، ولا شايفين من التروفي اللي خلوه بجزء السابع، هذا اللي هز راسه. سد المي، صوت الهواء، البيئة، الاجواء، فالشيء اللي اشرد. انا دم، لو اصوات، هاي ستيدكم، هاي ستيدكم، يعني جمب سكير موجود نفس الجزء السابع. اول ما دخلنا عائلة، منزل عائلة آل بيكر، هيك اصوات وهيك شغلات تطلع لك، يتفاعل، مو الا شغلات اللي ياخذها يتفاعل بها. هذا الدم مسحول، هذا دم جديد الظاهر، استوى مقتول مسحول. هاستيدك ما ساحله الا جوه، طبعا راح نطب مكانات جوا القاع هواي حسب ما شفنا بالجيم بلاي والتريلرات، هواي مكانات جوا القاع ننزل بيها. أماكن ضيقة، معتنين لك
اجواء الطابع الريفي يعني بشكل مو طبيعي. هاي صورة مادر ميراندا، مادر ميراندا طبعا عندي تحليل على مادر ميراندا هسه شوية بس خلنا نوصلها. يعني انا شفتها بالجيم بلاي موجودة، ظهر هذا المكان اللي انسحل منه. لا يا الله لا تنزل لا تنزل، اتعلم من ليون، اتعلم من ليون، نزل وجاء الزومبي سحله. هذا صوته، هو صوته. لا يا ربك قوم قوم لا يجيك واحد. والله الفزات بفلس نانا، للفزات وجف لا تصير عندك الا في الشيء. انفع على هذا انا اعرف الزومبي. لا بس ما اعتقد الزومبي عنده قوه ينفلش هيك. اكتشف اكتشف المكان. طب نبش دور وين رايح. لو منك كان طبيت اكتشفت دوريت. طاع الاجواء يا ولد، اكو شيء يربطها ب... يعني شغلات يربطها بريزنت ايفل 4، يعني يطلعك من البيت للقريه للمكان. بس هاي الاجواء هنا اكثر رعب، يعني فشي ما تعرف ايش راح يطلع لك او ايش راح يصير لك. هذا الطريق او الممر اللي شفناه بالتريلر، يعني اول ما اعلنوا عن اللعبه بس طريقه التصوير كانت مختلفه بذيك المره. موسيقى اجراس يا حلاوه، باوع المنظر. You are in the village now Ethan. باع القصر، شلون شلون مكانه، شلون مخليه مكان عالي فوق فوق تله فوق جبل هيجي، والقريه كلها جوا يعني يشرف على القريه كلها. باع المنظر، باع المكان ومخليه، يعني الناس كانوا عايشين حياتهم هاي طاحونه. باع الاجواء، ضباب، هي اجواء اجواء مصاصي دماء وهي الشغلات. هاي هنا نزل للقريه. من هذا الصوت؟ صوت راديو، صوت صوت في شيء، واحد دا يحكي، واحد يعني دا يبث صوت ما اعرف شنو. طبعا العلامات موجودة على البوب يا مية هلا. زين الباب من وصلها يلا تنفتح، هاي ليش انفتحت؟ اه هي مفتوحة، هي مفتوحة. حلو، شوف هاي بدايته، يعني ما عنده اي شيء. لا يا ربك لا لا مو هيك يا ولد، الله عليكم. لا تشينه نايف، باوع الفرق بين اول ما لقى سكينه بالجزء السابع شلون ما عرف يستخدمها، شوف هسه شلون يتفحصها، يعني مكتسب خبره والخبره واضحه مبينه عنده. وين رايح؟ اي ارجع زين، قفل الباب عليك، ارجع ارجع استكشف. هذا هيك يتفاعل، هذا العلاج اللي ياخذه، طريقة تفاعله ويا الصندوق، يعني انت تشوفه وتضربه يعني يعطيك علامة. شلون الدليل عليه؟ هنا بالجزء السابع قبل قبل تفلش قبل تضرب. لا يا ربك على كيف، قلت لكم الجمب سكير موجودة ومو شو ما كان. والله دقيقة، هذا مو كان بالتريلر شفناه؟ والله شفناه بالتريلر. لا يا الله الحجي نيشانه ما مضبوط، جاب لي اياه بالباب. جيبه لا تحكي لا تحكي. اللايكنز باع اصواته متخوف والله مرعد هيجي. اوه نو، حجي مرعوب من عندهم. What the hell was that? لايكنز عيني. What? Please tell me you have a gun. No. ما عنده لا، ما عنده سلاح، اعطيه عنده سكينه وضربه واحده وتنكسر على السريع. يا حبيبي دخله. شوفوا حتى الخبره بسحب السلاح وشلون يفحص السلاح، مو قلت لكم؟ يعني اكتسب خبره من الجزء السابع بشكل مو طبيعي. هاي شكلها كانها مولوتوف، مو؟ باع الاجواء، باع المكان. شنو نبته؟ صدق نبته انا لقيتها بالديمو اللي لعبته، نبته
بينما بالجزء السابع ما كنا نستخدم نبتات، بس هذا العلاج اللي بالشيشه يستخدمه، بينما هسه حاطين له نبته. يا ترى شنو استخدام هالنبته؟ اكيد هي للعلاج، بس لها استخدامات ثانيه. شفتوا يخبطها باعه، شوفوا هنا يخبط النبته وهي ال اح ويا هذا الفلويد. يعني هذا جزء يعني سائل اساسي بيور، يعني ما يستخدم لاي شيء. شوفوا يخبط النبته وياه ويصير فيرست ايد. يعني مطيك اضافات باعه، صار فيرست ايد مطيك اضافات اكثر، يعني شغلات بالنسبه للعلاج، لان هنا الاعداء اقوى واكثر بالنسبه لللايكنز، بالنسبه لمصاصي دماء. قعبوا على فال مال رجلين. هاي صورة ميا هي وروز. دقيقة دقيقة خلينا نرجع عليها. ميا وهي وروز هاي يعني موجودة وياه، لقاها بس ما اعتقد لقاها بالمكان هذا، جوز موجودة وياه اصلا يعني اول ما اجى. هذا يقول لي يو نيد ايتم، تحتاج في الشيء حتى يفتح الباب. شوفوا لازم تستكشفون، لازم تدورون بالمكان. زين ارجع. يا حلاوة يا حلاوة. دقيقة شفت في الشيء هنا بس اكشف هذا. هذني بس باعوا لي ذن الروس، الروس مال الماعز. اهل القريه الظاهر هم يعني عندهم ايمان وعندهم شغلات بهذا الشيء مو طبيعي. يعني انه الحامي مالتهم، اذا شفتوا بالديمو من لعبته لقيت علامه مال ماعز وهي شيء كسرتها فلشتها. وهم يقولون هذا هو اللي يحمينا، هذا هو اللي يدافعنا حسب معتقداتهم وتقاليدهم هم. فاحنا شعلنا معتقداتهم. بس هم دا يبينوا لك هذا الشيء. طبعا المكان كان روعه، يخبل على المعتنين به في شيء مو طبيعي. شدت الباب ورا. يا الله يا الله سحلوه قدامه. شنو هذا الصوت؟ راديو صوت شنو؟ اجهزه ما يكملون الجيم بلاي. ها 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 اثبت اثبت. يا درجه انكسرت يا معود. باع الطابع الريفي يعني دائما الطابق الثاني هيك، يجوز ما عندهم فراش او حاطين اكل او زارعين شي فوق، بس هذا واحد معلوس. يا الله بسم الله بسم الله. يا كلب اي والله. منين جيت انت؟ حصروه بهذا المكان. حلو عشو. هذا وقع قبل وقعوا له هذا اللي هذا ابو شاكوش. اسمعوا الصوت بس اكو ناس تضرب علي. شفتوه؟ ناس تضرب علي اسهم، يعني دا يتعارب ويا ناس. لو يا الله ضاع الضربه مالته. شفتوا اكو ناس دا يشمرون علي اسهم، ويا من دا يتعارب دائما دا يتقاتل مالي. اثبت يا حبيبي اثبت اثبت يا بابا. يا الله طبوا له اللايكين. حلو راحوا تبخروا. شوف مثل اجزاء البقيه، الجزء الرابع او الجزء الخامس، من تقتل اللي ضدك تقتل الزومبي يعطيك شغلات. لا يا الله صاعدين على حصونه. شوف هم متحولين لايكنز. بو هذا معلق عجب عينك. بو كميه، لا يا الله كميه الاجرام اللي عندهم مو طبيعيه. يا الله اجى القائد مالتهم. بس شوفوا لي هذا المنظر، شوفوا هذا كون شايل هذا اللي معلقه بالرمح ما ادري شنو، باع الاسلحه مالتهم. يعني راح يحصرون مكانات راح نقاتل. معقوله ذولا هيك كلهم؟ ما اعتقد ذولا يمكن بس بالاستعراض يطلعوا لك. اشرد وفر باعش كبره هو كوفيش. انا شك بي هذا هايزنبرغ. هايزنبرغ لان هو ويا اللايكنز من جماعه اللايكنز. شنو يتفاعل ويا القبر؟ ايبا شارحي لك عايش يقول لك فترة قصيرة. هي هي والله الصيام مبين. عايش فترة عايشة فترة قصيرة. هذا هنا أنا الديمو. يصل ديمتريسكو.
اي هاي يقول لك لازم تجيب ذني هنا تخليهن. احنا موجودات احنا دليناهن بالديمو بس انا ما خليتهن ما لحقت. سترونج هولد جريف يارد مقبرة سترونج هولد هذا اللي بابهم ماتين كان مسدود بالديمو. ظاهر يجيب له مفتاح لان اكو قفل. يجيب مفتاح حتى تفتحه هاي العلامات بس هم قالوا مو طفل هاي العلامات. ما اعرف شنو. نعم انها ريزنت ايفل 4 يا ساده. استكشف شغلات تلقاها معلقه تاخذ. شوف هسه اخذ بس هذا شنو فايته اللي اخذه؟ هذا الحديد او السكراب اللي لقاه. هاي الكنيسه يا حبيبي سدت الباب على كيفكم ويانا الله عليكم. مو هيجي ترى والله. كنيسه صغيره مكان. هاي مادر ميراندا. هايزنبرغ. ليدي ديمتريسكو. الو الله شوف الخزن طريقة الخزن آلة طابعة قديمة. ريزنت ايفل 4 يا سادة. نعم والله ماخذين شغلات من ريزنت ايفل 4 فشي. هاي الخارطة طبعا ما مستكشف شغلات بسيطة من هو لحد هسه. هاي بعد ما يلقاهن وفتح. الديمو الجديد منه راح نبلش. اللي ينزل يوم 24 يمكن لو يوم 25 منه راح يبلش من هاي القلعة. من انا راح نطب بس نلحق نستكشف القلعة. لا ما ادري هم معطينا نص ساعة. نص ساعة بالتمام والكمال. هذا مدخلنا للقلعة. ضاع المكان شلون معتنين بيه. بلش منا الرعب بلش الدم. من هناك عفنا اللايكنز هنا أنا منطقة مصاصي الدماء. اسمع ليدي ديمتريسكو تقول لهم اعطوني اياه انا راح هذول الاشكولات هاي راح بيها هذا هايزنبرغ. يلا يقولها شلون انت تاخذيه انت وحتى تسوين عليه تجارب بشكل سري شنو المتعب هذا؟ اعتقد الطهيال هايزنبرغ هنا. يقولها شنو المتعه؟ تبدا يحسب له يحسب له 8 7 الطابقت حتى يشرد حتى يلاحق خرب عقلك. طبعا هذا مخبر نفس لوكاس يعني يحب المتعه والمطارده. يشرد يا شو تايم والله لا يلعبون بيك طابه. يقول لهم شنو انت ليدي ديمتريسكو راح تاخذيه؟ راح تاخذيه شنو المتعه اللي بالموضوع انت راح تاخذيه وتسوين عليه الشغله يعني بالسر بلا ما حد يعرف. اعطوني اياه واني اشتغل عليه. هي تقول لها ليدي ديمتريسكو تقول لها شنو التهديد؟ احنا مو بسرك احنا. فناس ماخذ الموضوع بجديه وناس ماخذتها بضحك ولعب. ليدي ديمتريسكو ماخذتها انا اعتقد بجديه يعني هيجي. وهايزنبرغ يحب اللعب والونسه والركض. هذا جامد. هذا بشر حقيقي حاطيه هنا ولازقي. مزرعة مال بشر شنو هاي هنا مسوي؟ هيرب اعشاب الاعشاب مثل ما شفناها. ناخذ سائل بيور يعني كل شو ما بي وناخذ عشبة نخبطهن يصير عندنا هذا العلاج الاخضر. يا حبيبي رعب وبرد ابد ما يلتقن. الشي رعب الشي برد. اه سلم لي على خالتك. أدوك وأخيرا أبو كرش. شلون تعرف اسمه صدق؟ يقول الجميع يعرفك ومعجب بك. بطل يبحث عن ابنته. يقول القلعة اللي تبحث عنها. Humble merchants. يقول القلعة اللي تبحث بها تبحث عنها فشيء يثير الشكوك. كان يقول له إيثن حتى تثير الشكوك. يقول له أنا merchant أنا كل شيء تريده عندي أقدر أقدم لك إياه. أشعر بالراحة في الاختيار. طبعا هنا الجنطة يكبر الجنطة مالته. أنا يشتري أسلحة.
I can now offer an expanded weapon modification service. يعدل له على السلاح او هنا اللي تبيع له الشغلات اللي تلقاها مثل جواهر هاي جمجمه دم الو راح يطب للقلعه راح يبلش الحرب ويا مصاصي الدماء. المصاصي الدماء موقعهم القلعه واللايكنز موقعهم القريه. اوبن ذا دور. الو ما مقفوله. الو يعني نطب بلا قفل. هاي الشغلات اللي يلقاها اللي عنده اللي يستخدمها. هاي شنو؟ شنو ميني جيمز بيها معقوله؟ لو هذا لغز. هذا يمكن لغز والله. وصل على العالم الاحمر. ما خلانا نكمل. جيبه قناص. زين قناص وهيج مكانات ضيقه شو يسوي بيه؟ معقوله راح يرجع للاوبن مره ثانيه مكانات بعيده ويقنصهم او السكوب. سكوب مالته مو بعيد. زين قناص بهيج مكانات ضيقه ما يستفاد منه. ما يحتاجه اصلا. بس شوفوا ايه مكان اوبن هاي حتى طيور ذني يقدر ايه شفنا بالهذا بجيم بلاي شفنا يقدر يتفاعل وياهن ويقتلهن. طلع القلعه يا ولد فشي شلون القلعه اللي موجوده بريزنت ايفل 4 بس هنا يعني ارتب واحلى طبعا احلى لان بيها ليدي ديمتريسكو. طلعوا هاي المزهريات مالتين يكسرهم يا حبيبي على كيفك. جيبه هيد شوت. اقعد اقعد. هذا نفسه مصاص الدماء نفسه بس عنده اجنحه. حشرات حشرات ذن الساحرات. لا يا الله وقرص على هالضحكه باع شلون يتمرقصن قدامه. اخ شايل منجل ايثن ايش بيك دخت ايثن. لا 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 يا الله راحت علقه. لا يا الله ذني هم مصاصات دماء. هاي علقتها الثانيه ولك صيح سوي سوي حركة. إلى أين تأخذونه؟ ألو هو شرد من هايزنبرغ. مبين. يجيب لها يصيد لها ويجيب لها. Now, let's take a look at him. Oh. Wow. Wow. Ethan Winters. Ethan Winters, إنه ما يعرف إنه. You saved my little brother's idiot games, did you? صح. Let's see how special you are. طبعًا ذني ما يعرف إنه حسبالهن. حسبالهن هو يعني في شيء شخص عادي بس هي تعرف لأن كانت باجتماع ويا مدر ميراندا أو ويا هايزنبرغ. لا يا الله. هاي نادي الذوق دمه. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, mother. But I am the one who captured him. Now, now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. لازم تقول مother Miranda بلو داب إن هي صادته. يا والله عمي فشي والله الحرب راح تصير بيناتهم راح تصير منازعات بيناتهم طبعا بين هايزنبرغ و ليدي ديمتريسكو كلها حتى يسيطر على إيثان حتى يسيطرون على روز. شوفوا قلت لكم اكو شغله راح اقول لكم اياها بروز. هاي وينها ليدي ديمتريسكو. نبيذ معتق دم معتق. شنو نبيذ معتق بالنسبه لها؟ دم معتق نفس النبيذ هاي. روز طبعا نفس ايفلين مو نفس القصه والاحداث وانما هي تحمل يعني فيروس اللي كان بايفلين. مادر ميراندا هي الام الحاميه او اللي كانت تحميهم او تدافع عنهم او تخاف عليهم يعني شلون تقولون هي اللي الحامي مال المنطقه مال القريه كلها. فمن اجت روز وبطريقه ما وصلت روز للقريه روز بيها نفس الفيروس مال ايفلين فسيطرت عليها روز مثل ما ايفلين سيطرت على عائله بيكر. انتبهوا هنا روز سيطرت على مادر ميراندا مثل ما ايفلين سيطرت على عائله بيكر بحيث من لقينا العجوز هاي مورغانا قالت له من اجتي روز للمنطقه للقريه اجتي الوحوش واجى الشر وياها. هسه راح اخلي لكم اياها مقطع فيديو راح تشوفوه بالديمو اللي لعبناه. Trust and Light
سقف الضوء. خوش، يعني شنو هنا قصدهم؟ يعني اللايت يأثر على الفامباير؟ هيك شيء يعني الضوء؟ ما أعرف، مالي شغلة. شباب، يعني هذا تحليلي. روز لها تأثير كلش قوي على مذر ميراندا، مثل ما إيفلين كان لها تأثير قوي على عائلة بيكر. ف يعني هذا الشيء تحليلي، بحيث روز هي هنا هي الشر، هي المشكلة، هي اللي جابت الخراب والدمار للقرية بعد ما جابوها وسيطرت على مذر ميراندا. مذر ميراندا عندها قوة خارقة او في شيء خاص، واسمها مذر ميراندا، ما اعتقد عندها خلفة او عندها ولد او عندها بنية. من اجت روز احتمال اخذت روز، خلت روز بنتها وخلت، وروز عندها هذا الفيروس، يعني هذا الشر اللي موجود، فخلت روز تلعب براحتها يعني. بس بيج على ما اعرف روز يعني طفلة صغيرة كبيرة كبرت، ما اعرف مناسبة الكبر. يا اهلا ليدي ديمتريسكو، راح يصير مطاردة بينها وبينها طبعا برجاء القلعة، مثل ما منزل آل بيكر لما كان دائما يصير مطاردات بينها وبين جاك بيكر. حلو، القلعة كبيرة بيها ابواب تفرك وترجعك على نفس المكان. زين زين، حلو، مكان كبير. صار لنا 27 دقيقة. شوفوا ايش قلت لكم، الفامباير مكانهم بالقلعة موجودين، والفامباير من تكتله يعطيك قولوا ياك، يعطيك طلقات، يعطيك دم، يعطيك فلوس. سوينا هنا كرافتنج، سوى كرافت للطلقات. اقعد اقعد، لا تقوم، اقعد. لا يا الله، اسمع الصوت. هفه منجل من هذا المعدل. شوف ليدي ديمتريسكو شلون ذول الوحوش السود اللي بريزنت ايفل 7. كاساندرا، هاي يمكن واحدة من بناتها اسمها كاساندرا. Enough games. I want that man's head. Now go. Of course, mother. قلها يكفي العاب، اريد رأس هذا الرجل على ايثن. Trying to work out my appetite, are you? اوه، هاي الباب فتحها. الباب ام العين. هاي علامة، لازم مفتاح. لا يا الله، عضتها قبل طبعا نفس حشرات مارغريت بيكر، نفس حشرات مارغريت بيكر، راح تطاردك ويشلع عن قلبك ذني. هاي كاساندرا هي وحشراتها. لوز اللوز يا ولد، جيم بلاي هسه انا قاعد اشوف الجيم بلاي قدامي. شوف هاي العلامه مال ماعز هماتين، يعني الظاهر مو بس القرويين، حتى مثلا ميرندا وليدي ديمتريسكو يعني عندها ولع بهذا الشيء مال ماعز، وان الحمايه لهم وهي شغلات هيش خرافات. Stupid man thing. طب بهاي الباب، طب شوف الدنق من الباب. زين انت هذا القصر الي شو؟ يقدر يسد الضربه. كسرت ظافيرها ضوجتها. قفلت. انا قاعد اشوف الديمو قدامي او الجيم بلاي ومتحمس يا ولد على الشيء اللي يصير، ومتحمس يعني حماس مو طبيعي، حماس يقرا فول، حماس يقرا مليون. شباب الجيم بلاي مثل ما حللنا شغلات بسيطه قدامكم، فشي كلش حلو، فشي حماس، فشي يعني يا كابكوم صدق صدق على اعتنائهم بهذا الشيء وباللعبه. والله يا عمي عاش تديكم، واللعبه تقتل واللعبه تموت، يعني الشغلات اللي بيها كلش حلوه وكلش قويه. شباب اتمنى افتهمتوا شيء من الشيء اللي شرحته، او عرفتوا او شفتوا شغلات، يعني الشغلات البسيطه اللي موجوده. صدق شغلات بسيطه هي، بس نحاول نحللها، نحاول اللي نعرف شنو اللي بيها، وان شاء الله تحليلنا صح، خاصه على روز وايفلين. مثل ما قلت لكم روز مثل ايفلين او مثل ايفلين، روز اجت سيطرت على مذر ميراندا وهي السبب للمشاكل اللي صارت لهم والمصايب والطلايب اللي صارت بالقريه وعلى اهل القريه. يعني هذا بالنسبه لتحليلي وهذا اللي اشوفه اني. يا ولد لا تقصرون باللايك واشتراك، يعني اللي وصل لهنا اعتبره اسطوره، واعتبره في شيء كلش
بلش الصورة مش يوم ما كان. أشكرك على الدعم، أشكرك لأن أنت وصلت لي هنا، أشكرك جزيل الشكر، ممنون منك يا ولد. ما تقصرون، كل من وصل لي هنا وصل نهاية المقطع. شباب لا تقصرون، لايك اشتراك بالقناة، فعل زر الجرس، شارك فيديو أصدقائكم. ألقاكم فيديو جديد، نص ساعة حكي ونص ساعة تحليل بلاعيمي قام توجعني والله. شباب لا تقصرون، لايكات مشاركات، شاركوا الفيديو أصدقائكم. ألقاكم فيديو جديد، أقول لكم في أمان الله.